بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل دروس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتقييم على البيانات مع نايم، البلاتفورم الرهيبة جدا اللي شفنا أشياء كثيرة بالماشين ليرنينج الآن، وما زلنا في الديب ليرنينج. واليوم إن شاء الله بنحكي على كيف تعمل بالديب ليرنينج ريجريشن، توقع أو انحدار. راح نستعمل بيانات من كاجل اللي هي الهاوسينج، اللي هي بيسموها بوستن هاوسينج داتا، هاوسينج داتا سيت. هاي الداتا سيت فيها بيانات معينه، هسه بشرح لكم اياهم بسرعه البيانات هاي، وفيهم اسعار المنازل بناء على هاي البيانات، اسعار المنازل. فتقريبا هاي سعر اللي هو الميد في، اللي هو الميديان في فاليو، يعني اللي هو هاي القيمة. هاي القيمة طبعا بتضربها بألف، يعني بتطلع لنا هنا 24000 و 21600 إلى آخره. فهاي البيانات كلها موجودة في داتا ست مجمعة في إلى مدينة بوسطن، ومننا نشوف الساعة بس بعض المعلومات عن هاي البيانات. هسا البيانات الاسكان أو في بوسطن مشتقة من المعلومات التي جمعتها خدمة الإحصاءات الأمريكية. فهاي المعلومات اللي هي مثلا نسبة أو معدل الكرايم الجريمة، زد أن اللي نسبة الأراضي السكنية المخصصة لقطع أكثر من 25000 قدم مربع، نسبة أراضي الأعمال المتجزئة لكل مدينة اللي هي NDUS، ال CHAS المتغير الوهمي لنهر تشارلز، واحد إذا كان المسار يحد النهر وصفر إذا كان بخلاف ذلك، NOx اللي تركيز أكاسيد النيتريك، RM متوسط عدد الغرف في كل مسكن، AGE نسبة الوحدات التي يشغلها ملكوها والتي بنيت قبل 1940، DIS مسافات من مراكز التوظيف أو المراكز الأساسية في بوسطن، الراد اللي هي مؤشر إمكانية الوصول إلى الطريقة السريعة عن المسكن المعين، TAX اللي هي معدل ضريبة الممتلكات بالقيمة الكاملة لكل $10,000 هاي التاكس، بعدين BTRATIO اللي هي نسبة التلاميذ إلى المدرسين حسب المدينة، بعدين BK اللي هي نسبة السود في المدينة، بعدين الستيت اللي هي حالة أقل السكان، بعدين عندنا اللي هو ريجريشن فاليو اللي هو ميد في اللي هو القيمة المتوسطة للمنازل التي يشغلها ملكها، هاي بتنضرب في $1000. طيب كيف نعمل ريجريشن بالديب ليرنينج؟ الآن طبعا الدروس السابقة بينا كيف نعمل النتورك. احنا بالنسبة للريجريشن راح ندخل 13 كولوم كاملات as input values، نلاحظ كيف ندخلهم كانبوت فاليوز، وراح نستعمل هنا الكراس انبوت لاير 13 انبوت شيب، بعدين راح ابني تو كراس لايرز هيدن لايرز، واحده 64 يونت ريليو اكتيفيشن فانكشن، والثانيه اللي ريليو و64 يونت في الهيدن لاير الثانيه. طبعا بما انه ذيس از ريجريشن بيكون عندي 1 اوتبوت، فانا راح استعمل لينير اكتيفيشن فانكشن على الاوتبوت لاير، تمام؟ راح استعمل لينير على الاوتبوت لاير. طبعا هسه راح بعد شوي نبني بالتفصيل انا وياكم مع بعض النتورك، بس بشكل عام الان زي ما شفتوا هي النتورك، في عندي انبوت لاير، عندي تو هيدن لايرز، وعندي الاوتبوت لايرز، وهي الاشياء اللي ذكرناها قبل شويه، بلس انه في الاوتبوت زي ما قلنا في لينير راح يكون، لانه احنا بنحكي على ريجريشن. اذا بتتذكروا طبعا الاوتبوت ممكن يكون حسب اذا عندك مالتي كلاسز، مثلا عملنا سوفت ماكس، اذا عندك باينري كلاسيفيكيشن بيكون عندك السيجموند. الان لوس فانكشن فور هاي الحاله راح يكون عندنا المين سكويرد ايرور MSE، لاحظوا كيف المين سكوير ايرور مش الكروس انترو باي كلاسيفيكيشن او باينري، لا راح يكون، لانه احنا بنحكي على ريجريشن. زائد الاوبتمايزيشن فانكشن راح يكون ادم، او ممكن تستعمل الار ام اس بروبابيليتي. يعني بالريجريشن في ملاحظة مهمة، اللوس فانكشن اللي هو الام اس اي، فاللوس فانكشن راح يكون مربوط مع ام اس اي ولازم ينزل بالطريقة هاي. هاوفر هنا ما في اكيوريسي زي ما كنا نعمل بالكلاسيفيكيشن، عندنا هنا موديل ار سكوير اللي هو معروف بالريجريشن اللي انت بتقيس عليه الاكيوريسي تبعت هذا الموديل. طبعا احنا راح نتكلم في شغلتين، الار سكوير وزائد المين سكوير ايرور، كيف هم ايش هم شو معناهم، فهي معناهم بالتفصيل. لان الار سكوير، الار سكوير اللي هو قديش عندك هذا الموديل ملائم بالنسبه للانحدار الخطي،
فهو قيمة من 0 إلى 100%. إذا كان 0 بكون ما في ملائمة، يعني النموذج لا يفسر الاختلاف المتغير الاستجابة حول متوسطه الحسابي، وإذا كان 100% بكون ممتاز جدا وبكون يشكل التباين المتغير أو الاستجابة حول متوسطه الحسابي، بمعنى أنه إذا كان 0 بكون غير ملائم، وإذا كان 100% بكون ملائم 100%. فإحنا هدفنا نرفع هاي القيمة. هاي بالنسبة للآر سكوير. بالنسبة للمين سكوير ايرور، هذا كثير مهم، اللي هو متوسط مربع الأخطاء. فكلما زاد كل ما كان الخطأ أكبر، فإحنا بدنا نحاول نقلل نسبة الأخطاء هاي. والأشياء الثانية مربوطة مع بعضها، مثلا روت مين سكوير ايرور اللي هو الروت لهذا 13.15 اللي هو 3.6، إذا بتضربه ببعضه بطلع معك 13.15. وعندك الأذر things you can يعني تقرأ عنهم وتشوف أهم إشي، لكن أنا بالنسبة للآر سكوير والمين سكوير ايرور اللي هم بيهموني. احنا النتورك راح نبيها بشكل دايركت، يعني راح تكون فيري سمبل ان شاء الله. راح يكون عندنا هاي النتورك اللي الاركتكتشر راح نبنيها، زائد راح نسوي داتا معينه راح نربط عليها، راح نعمل بارتيشننج للداتا ونعمل نورماليزيشن طبعا لانه نتعامل مع الديب ليرنينج. زائد انا بدي احاولكم محاوله نشوف اذا مثلا هذا الموديل اذا في اوت لايرز ممكن تشيلها، فممكن تستعملوا الاوت لايرز عن طريق اللي تشوفوا البوكس بلوت، او ممكن بدونها انتو اتس اب تو يو. زائد رح نعمل بريدكشن ل سي اس في فاليو زي ما راح اشوف بعد شوي. فخلينا ننتقل على نايم ونسوي النتورك. لان النتورك اول شيء بدي اعمل النتورك، فانا راح اعمل الكيراس انبوت لاير كي راس انبوت، هاي كيراس انبوت لاير تمام، راح احطها هنا تمام. زائد أستبدل الكيراس لاير العادية كيراس لاير دينس لاير طبعا كيراس دينس لاير، راح أجيبها هنا وراح أربط الاثنين ببعض. طبعا هنا عندنا الانبوت إيش، عندنا الشيب تبعنا 13 انبوت، كل بدخل كل الفاليوز تمام زي ما هم، مش راح أغير إشي. هاي أول واحدة. الثانية طبعا راح اعمل هنا 64 عادة لما تعمل ريجريشن لازم يكون هذا الفاليو كبير، والريليو عشان الاكتيفيشن فانكشن تمام. نفس الشيء ممكن اعمل كوبي بيست كمان، بدي اعمل انذر 1 نفسه تمام، وبدي اوصله معه تمام، وبدي اخليه نفسه 64 وريليو تمام 100%. وفي عندي الاوتبوت لاير اللي هو كراس كمان مره دينس لاير نفسه، بدي اجيبه هون وبدي اربط عليه، وبدي اقول له انه هذا خليه مثلا الاوتبوت يعني بس كاسمه كبريفكس للنيم، زائد انه هنا بدي اخلي الاوتبوت واحد، وطبعا هنا راح يكون عندي لينير الاوتبوت اللي هو لينير لان بحكي على ريجريشن. لاحظوا كيف الاشياء الثانيه مربوطه مع اذر ثينجز. فهي بالنسبه هي النتورك فيري سمبل دايركت زي ما انتم ملاحظين كيف تبني النتورك بدون سطر واحد برمجه تمام. طبعا هذول راح يكون مربوطين مع شغلتين اللي هو نتورك كراس نتورك اكسكيوتر وليرنر. هاي الليرنر راح اخليها هنا، وهي الاكسكيوتر راح اخليهم هلا بعد شويه بنرجع لهم نحكي فيهم بالتفصيل ونعمل لهم سيتنجز. بس طبعا لازم اول شيء اعمل للداتا حتى اربطه مع اللينير. فانا هسه بدي اجيب الداتا، راح استعمل سي اس في ريدر تمام. هي طبعا موجوده من بكاجل، وراح اخلي لكم اللينك بالديسكربشن الفيديو. والسي اس في راح اتناول فيها اللي هي انا مخزنه عندي هنا على الكيراس الهاوسينج داتا تمام. هي الداتا زي ما انتم شايفين كل الكولومز اللي حكينا عنهم قبل شويه تمام. وراح اطولي بدي اعمل بارتيشننج بعدين نعمل اللي قلت لكم عنه اللي هو الاوت لايرز بارتيشننج. هي البارتيشننج بدي اقسم الداتا انتو تو ثينجز، خليها شويه بعيده عنها عشان نشتغل فيها شويه بعد شويه تمام. والبارتيشننج بدي اخليه 80% للتستنج وفاليديشن، وال 20% بدي عفوا 80% هي 80% راح تروح على التريننج والفاليديشن، وال 20% راح تروح على الاكسكيوتر على التستنج تمام. طيب الان بدي اعمل اوف كورس نورماليزيشن نورمالايزر، هاي بجيب النورمالايزر وبوصله معه
تمام، وبدي اعمل نورماليزنج للداتا عن طريق خليها تكون بلا مينيمم ماكسيمم فاليو بالطريقه هاي، بدي اعمل لكل شيء ما عدا الاخر فاليو رجعها، تمام هيك تمام. وبدي اعمل ابلاي للنورماليزر، نورماليزر ابلاي عفوا، هاي البي بي ام، هاي نورماليزر ابلاي تمام، خلينا نتاكد من هاي كمان مره 100% بالله، هاي النورماليزر وهي الابلاي نورماليزر تمام. طيب فالابلاي نورماليزر زي ما تعودنا سابقا بدي اعمل ابلاي نورماليزر، بدي اطبق نفس النورماليزيشن على التستنج داتا اللي 20% ظلت عندي، زائد الان الداتا اللي طالعه من هون حوالي 80%، لاحظوا قد ايه يعني اذا بدي اعمل ران مثلا هون الداتا اللي طالعه من هون تقريبا 404 ريكوردز، بدي اقسمهم كمان مره بارتيشن لقسمين، بدي اسوي فاليديشنز هون، بدي اسوي فاليديشن بدي اوصلها معها، وبدي اسوي تو ثينجز، اول شيء بدي اسوي فاليديشنز وبدي اسوي التستنج، بوث هذول هين موجودين هون، وبدي اسويهم لحد 80%، يعني 20% من الداتا راح تكون 80% من داتا تريننج و20% فاليديشن تمام. طيب هيك النتورك هي جاهزه وهي جاهزه، هي هون كمان جاهزه، بوصل الموديل مع الموديل تمام. الان بدي اعمل سيت اب للليرنر، فبعمل دبل كليك بنعمل نشوف كيف بنعمل سيت اب، لان فروم انبوت بدنا استعمل كل الفيلدز هذولا، اوكي هي الانبوت فاليوز، وبدي ارجع هذا الميد، هي كل الانبوت لايرز، التارجت تبعي اللي هو كل شيء هون، ودي كل شيء ودي ما عدا هاي اللي هي الميد ذي اللي هو الاوتبوت عندي، وعندي لاحظوا كيف هي الستاندرد لوس فانكشن، الستاندرد لوس فانكشن اللي هو ايش؟ مين سكوير ايرور، هي المين سكوير ايرور لانه انا بحكي على ريجريشن، هي مهمه جدا تعملوها تمام. الاوبشنز هنا بخلي مثلا عندي هنا خليها بالله 50، وعندي الباتش سايز انا عندي حوالي 400 ريكورد، بدي يعني بخلي مثلا 16، خلي 16 او 32 اذا بدكم، خلينا نجرب ونشوف شو بيطلع معنا. وهنا بدي اخلي الاوبتمايزر ادم تمام، او ممكن تعمل الار اس الار ام اس بي بروبابيليتي تمام، فخلي بالطريقه هاي، هاي النتورك هيك جاهزه هاي تمام، وهي البارتيشن جاهز، النورماليزر جاهز، كل شيء جاهز هون، زائد هون بدي اوصل الموديل على الاكسكيوتر تمام، وبدي اعمل سيت اب للاكسكيوتر. هنا الاوتبوت عندي هنا الباك اند كيب انبوت كولومز اند اوتبوت، خليها تمام ما في مشكله، هاي فروم مودلز، خلي كل شيء هذول عباره عن انبوت ما عدا هذا الفيلد الاخير، وبدي اضيف لي الاوتبوت اوف كورس اللي هو الاوتبوت زي ما شفنا هيك، ونسميه هنا ممكن نسميه بريدكشن هيك نسميه بريدكشن نمبر تو دبل تمام. هاي اول واحده، الادفانس اوبشنز ما عندنا، هيك الامور تمام ان شاء الله. زائد بدي اشوف الاوتبوت، فانا ممكن اعمل له سكور اذا بدي، خلينا اجيب هون سكور، السكور هي السكور نيوميريك سكور، طبعا لاني بحكي على ريجريشن بجيب نيوميريك سكور لاني بحكي على ريجريشن تمام. وبعمل هون في عندي هون الميد في اللي هو الاول كولوم، والبريدكشن اللي بدي اشتغل فيه عندي اخر شيء تمام. هي اوكي، فالان بدي اعمل رن لكل شيء تمام، هاي رن، خلينا نشوف هاي هسه، اذا بنشوف هاي اكسكيوت ونشوف المونيتورنج ليرنينج مونيتورنج، لاحظوا هنا الاكيورسي ما بتقدر تشوفها بالطريقه اللي فيها كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن ما بزبط هون، بس بدي اورجيكم اللوس هون، بدي اورجيكم اللوس فانكشن هلا ان شاء الله بده يشتغل. طبعا زي ما قلت لكم السكور هي بتبين لي عندي كل الاكيورسي والام سكوير والحكي هذا كله، بعطاني ايرور، خلينا نشوف شو الايرور، شو بقول لي؟ بقول لي انه ايرور اوكي واي كرييتنج كراس نتورك فروم اتس لاير سبيسيفيكيشن، خلينا نتاكد بالله من اللايرز، هون اللايرز 13 كولوم تمام، هون عندنا 46 عندنا ريليو، وعندنا هون 64 ريليو، وعندنا هون اللينير، هي اللينير مع الاوتبوت لاير واحده تمام. نيجي هون الفاليوز اللي عندي كلها موجودين بالممتاز جدا، عندي البارتيشننج هون 80%، ممكن خليني لينير سامبلينج مش مشكله، بخلي لينير سامبلينج وبخليه من 0 ل 1 تمام ما في مشكله، والبارتيشننج
بارتيشنينج 80% وبخلي كمان لينير سامبلينج ما في مشكله. بس بدي اشوف هون النتورك. النتورك هون عندي كراس تنسر فلو 50 اي بوكس، والباتش سايز خليها 16، وعندي هون الفاليديشن خليها 100. تمام. شفل داتا او يوز راندوم نو نيد فور ذس وان، ولا ذس وان نو نيد فور ات. عن الادمز وانا ادفانس اوبشنز ما في هون ادفانس اوبشن، المفروض انه هيك يشتغل معي. زائد انه نيجي هون على المفروض خلينا نعمل بالله اكسكيوت كمان مره، هي اكسكيوت خلينا نشوف شو راح، اذا ان شاء الله ما يطلع ايرور. سام تايم هو بيعمل لودنج للبايثون دي ال الز او بالباك اند، فهيو اشتغل يعني، فبيعمل مونيتورينج. لاحظوا المونيتورينج هون ما في، مش بيقدرش يشوف الاكيوريسي قاعد بيطلع، لانه الاكيوريسي بنحكي على ار سكوير، بس يو كان سي هي اللوس. لاحظوا كيف اللوس هيو قاعد بنزل اللوس، which is very good. تمام. وهي الموديل كامل قدامك، بس الاكيوريسي دزنت ميك سنس انك تشوف الاكيوريسي هون لانها مش كلاسيفيكيشن. هيو قرب ينتهي. تمام. وخلينا نعمل كمان ران لهذا، نعمل اكسكيوت، هيو خلص ومسا بنشوف الاكيوريسي. تمام. هاي الاكيوريسي بنعمل رايت ماوس كليك هون، بنعمل فيو ستاتستكس ار سكوير اللي هو 71%، المين سكوير ايرور اللي هو 29. هذا كثير كبير، المفروض انه يقل بصراحة، لاني انا جربته قبل بالسامبلينج وطلع معي اقل من هيك. بس خلينا نشوف what we can do about it. هنا normalization جزء الاوتباوند lower bound، lower bound outbound. بالله خلينا نشوف النورماليزيشن، خلينا نعمله على زد سكوير. هاي واحد خلينا نعمله على زد سكوير. هاي اوكي. زائد نتأكد من هون البارتيشن اللي هي 80% which is fine. ممكن مثلا هنا خلي لينير سامبلينج، وهنا خلي draw randomly. تمام. الايبوكس ممكن ازيد هالايبوكس، خليني ازيد الايبوكس هون كمان مثلا الاوبشنز ايبوكس تكون مثلا 80 او 100 مثلا، خلي هاي 16. تمام. نقول له اوكي. خلينا نعمل ران كمان مره ونشوف شو بيطلع معنا. هي ران فور اول، نفتح هاي ونشوفها المونيتورينج، نشوف اللوس، اللوس فانكشن عماله هيو بينزل. تمام. يعني نسبة مقبولة يعني. تمام. طبعا ممكن تعمل هون ستوب ليرنينج اذا عندك اوفر فيتنج عشان توقفه، بتخليه بتكمل بالموديل اذا بدك، بس خلينا نشوف يعمل كومبليت تريننج للداتا ونشوف شو راح يطلع معنا هون بالاوتبوت. هي صار عندنا تقريبا 85%، قرب ينتهي. والاوتبوت زي خلينا نعمل هون فيو ستاتستكس، المين ابسوليوت ايرور هي الار سكوير طلع 87%. لاحظوا كيف 87% الار سكوير، ار سكوير طلع 87% والمين سكوير طلع 12 which is fine. فالان هي الداتا هيك تغيرت زي ما انتم شايفين. طيب هسه عندي شغله بدي اورجيكم اياها which is very important. الان ممكن تقول لي انا في بجوز يكون اوتلايرز، فكيف بشوف الاوتلايرز؟ بجيب البوكس بلوت، هي البوكس بلوت زي ما شرحها بدرس سابق، وبوصله معه. لاحظوا كيف، وبعمل هنا configuration بدي اشوف بس الاخر فاليو، بدي اشوف الميد فاليو اذا فيها اشياء بالاطراف يعني بسموها الاوتلايرز، بقول له execute. تمام. وبنشوف الاوتكم، هي المفروض هي الاوتكم، هي طلع في عندي اوتلايرز هون. لاحظوا كيف هذول الاوتلايرز هي قيم متطرفه، متطرفة موجودة على طرف معين. طبعا ممكن هذول تغير تقيمهم اذا بدك، قليلا نسويهم. فبجيب الاوتلايرز، الاوتلايرز هي نيوميريك اوتلايرز، بحطه هون. تمام. بقول له اوكي. بالاوتلايرز هون شو بدي اسوي؟ بدي اعمل دبل كليك عليه، وبدي اقول له هون فور اوتلايرز ابلاي تو اول ريموف اول اوتلايرز، ريموف كل الاوتلايرز. تمام. شيلي كل الروز اذا في عنده اوتلايرز. تمام. بدي اقول له run all، وخلينا نشوف قديش طلع معنا هون. لاحظ الداتا قلت، فا
اي بعمل هون رننج. فانت ممكن مثلا تسوي other operations حتى تشيل الاوتلايرز، تنظف الداتا، تشوف الميسنج داتا، كل شيء هذا ممكن انت تو ابلاي. لكن هذا سمبل اكزامبل بورجيك كيف بنعمل الريجريشن. بنشوف الاوتبوت هون عندنا هي الستاتستكس الار سكوير، لانه الريكوردز طارت كلها، ففي كثير ريكوردز راحت فقلت، بس المين سكوير ايرور صار 7. لاحظوا كيف المين سكوير ايرور صار 7 اقل، لكن الار سكوير صار 0.61 اللي هي 61% 61%. فبيعتمد طبعا شو بدك تسوي انت بالاوتلايرز. خلينا نشوف والله الاوتلايرز هنا. انا بديش اشوف الاوتلايرز على كل شيء، بدي بس اشوف الاوتلايرز على اخر فيلد، على الفيلد هذا، فبشيل هذا ماشي، بخلي بس الميد في، يعني بس شوف لي الاوتلايرز على الميد في، بقول له اوكي. المفروض انه هون تزيد الداتا، هون صارت 469 ريكورد which is fine. لاحظوا كيف، فشلت تقريبا هنا شلت بعض شوية كولومز، بس شلت شوية كولومز. ممكن هنا تشوفوا التريتد تيبلز، هي كل التريتد تيبلز صار 469 كولوم تمام. وعندك هنا هي السمري تيبل، اذا بدك تشوف الاوتليرز كانوا 37 ريكورد، 37 ريكورد. هاي المعلومات كثير مهمة، يعني انت از داتا ساينتست بدك تعرف تمشي على الأشياء المخفية وتفهم شو اللي قاعد بصير. الآن خلينا نشوف الموديل شو صار فيه بالنهاية. اللي صار 81% which is excellent. المين سكوير ايرور اللي هو صار 7.247. لاحظ لما جبنا الاوتلايرز المين سكوير ايرور تغير، كان 12 صار 7. لاحظوا كيف. فهي بعض الأشياء اللي أنت ممكن تشتغل عليها وتطلع الريجريشن على الديب ليرنينج بالطريقة هاي. فهذا هو الدرس، يعني الآن راح ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى CNN which is very interesting subject، اللي كيف تعمل مع الإيميجز، كيف نعمل classifications، كيف نصنف هاي الصور للأمراض لغير الأمراض إلى آخره، وكيف نطلع الموديل. في عنا عدة شغلات في CNN راح نحكي عنها، وبشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.